فالمغرب كما الجزائر الشقيقة عانى من نير الاستعمار ونير الإمبريالية، وكان كفاحهما مشترك من أجل الحرية، وحصل المغرب على استقلاله منذ منتصف الخمسينيات، ومنذ ذلك الحين وهو ورث للبناء واستكمال لوحدته الترابية. لذلك وجب التمييز لمن اختلطت عليه المفاهيم بين المستعمر المعمر، الطامع في الأرض والمجزئ لها، وصاحب الأرض الذي يسعى للذود عنها والحفاظ على إرث الأجداد من خلالها. ولإخواني في الجزائر الشقيقة أقول: هل كان لابد للسماح بتعكير هذا الجو الأخوي لبلد جار وأخ شقيق يحل ضيفا بين إخوانه وأخواته بعد حفاوة اللقاء وحرارة العناق وكرم الضيافة؟ لا أعتقد.